هي الكلمة اللي كنقولها في المجلس وطريقة ديالي محاربة الفساد في المجلس اللي هو متبلغل لسنوات وسنوات. كيفاش نشرح؟ أولا من هو المستفيد؟ من هو المستفيد من هذه السنة السنة الجامعية الأولى؟ من هو المستفيد؟ اليوم وقبل جميع الدورات تلقاو غير التلازمات. السكينة ما انتظرش من احنا التلازمات، انتظر من اننا نصيبو ونديرو ونفعلو وكذا. اولا كنلقاو ميزانية بلوكية، كنقولها وكنعاودها، ميزانية بلوكية. اول مرة في التاريخ ديال المجلس العسكري عندو الميزانية الى حدود شهر 9 وما جاتش. كيف ما قلت لكم، من هو المستفيد من هذا المجلس؟ واش هو الرئيس؟ واش هو النواب؟ واش هو الاعضاء؟ واش واش واش؟ الغريب والعجيب بانهم كافه الاعضاء عارفين وضعيه ديال المجلس وعارفين من هو المستفيد من هذا المجلس. نعطيكم واحد الوثيقه بداو، لان مراد نقول لكم واحد الحاجه. مراد واخا قتلوا مراكش، واخا قتلوا مراكش، واخا باقي كتواعدوه بمزيد من المضايقات وبمزيد من التهديدات، وصلت حتى للقتل، وصلت حتى للقتل. وزارة الداخلية لم تتحرك، وزارة الداخلية مستشار جماعي في آسفي يتم تلقينه بشكل تعسفي بوضعية اللي هي كلشي كيعرفها واللي كانت في الشرادي في مراكش واللي كانت في الزنقة في مراكش. ولو منبر إعلامي تحدث عليها، لو فقط منبر واحد نشكره. ولكن من هو المستفيد من هذه الوضعية؟ شكون اللي عنده مصلحة أنه مراد يمشي لمراكش؟ أنا أعطيك. سولت سيد النائب الأول سي إلياس بداوي تزيد مصر تأمل فيها 300 مليون، علاش توقع خدمتي هذه؟ علاش 300 مليون؟ من المستفيد؟ نعطيكم هاكم تدزوا اي واي صحفي ينزل دابا يجي ويشوفوا واش تيخدم في المواطن. سيد الرئيس، سيد الرئيس، واش انا كنسولك كنناقشوا لو قاتلوا الدورة؟ غطيني الحق باش يجاوبوا. I'm
الناس في الآن تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.